طبعا هذه فاكهة التنين، فاكهة نادرة في العالم، وقد نجح زراعتها في جبل فيفا. هنا أيضا الورد الطائفي. وهذه أيضا أشجار الصندل. هذه شجرة الجوافة مثمرة ما شاء الله. إذا كان هذا للتطوير. أحمد أحمد. هذا الشيء لازم. طبعا هذه شجرة الكاكاو، يمكن من أندر أشجار العالم، اللي يصنع منها الشوكولاتة والحلويات. وميزتها أن الثمرة تكون في أسفل الشجرة، في أسفل العود، أعلى الشجرة ما يكون فيه ثمر. تكون حبتها بهذا الشكل، يعني موجودة في اللوحة زي المانجا اللون الأحمر.